مساء الخير عليكم، جيسبر تكونوا كامل بخير ان شاء الله. تلاميذ اللي جوزوا الامتحانات يكونوا خدموا، واللي مازال ما جوزوش الامتحانات ربي يوفقهم. تبعوا معانا اليوم، حندير اختبار الفصل الاول في مادة التربية الاسلامية. كاين مناطق قلت لكم جوزوا داروا لي زيكزام، يعني داروا الامتحانات، وكاين مناطق ما داروش، كيما انا هنا في برج البحري ما داروش الامتحانات، وحيديروا لهم بالحد، يديروا لهم جو بونس تربيه اسلاميه وقيل صباح، وتربيه علميه مع العشيه الا ما رانيش غلطه. دونك قلت للتلاميذ اللي مازال ما داروش، معليش نزيدو نكملوا لهم شويه لي سوجي، منها مراجعه، يعني فريمون شويه دبدبوهم على خاطر كانوا واجدين روحتيهم لا سمان باسي، وكي ما قراوش لا سمان يعني ياكو على بالكم يديروا 3 ايام تاع لا غريف، و شويه يعني تتخلط عليهم دراري. نعاودو كيما يقولوا مراجعه هذا الويكاند، سوجي من كل ماده ان شاء الله، وربي يوفقهم. نبداو التمرين الاول، اضعوا صحيح امام العباره الصحيحه، واضعوا خطا امام العباره الخاطئه. عندنا اسعى في طلب العلم لان العلم نور. العباره الاولى صحيحه، الدين الإسلامي لا يحثنا على طلب العلم. العبارة الثانية خاطئة، أوصانا رسولنا الكريم بقطع صلة الرحم. خطأ، زيارة الأقارب تقوي المحبة والمودة بينهم. العبارة صحيحة. عندنا التمرين الثاني، أكتب الإجابة الصحيحة في مكانها المناسب. الإنسان الذي لا يكذب يسمى صادقا هادئا مطيعا. يسمى صادقا لما يكذبش سموه صادق. الإنسان الذي يكذب دائما نسميه مخادعا كاذبا أو سارقا. الإنسان الذي يكذب دائما نسميه كاذبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني في هذا التمرين الثاني يمدوا لك الجمله والاجابه راهم من تحتها ملك، هنايا ثلاثه وهنايا ونفس الشيء هنايا. هذا نكونوا كملنا التمرين الاول والتمرين الثاني، نجوزوا للتمرين الثالث ان شاء الله. التمرين الثالث، اكمل الصوره بما يناسب. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هنا كملنا من التمرين الثالث، نروح للوضعية الإدماجية. تركت منى عند صديقتها ليلى قصتها، قامت ليلى بقراءة القصة ثم تركتها على الطاولة، فمزق أخوها الصغير ورقة منها، وعندما أرجعتها لصديقتها لم تخبرها بذلك لأنها خجلت منها. هل تصرف ليلى صحيح؟ بالطبع تصرف ليلى خاطئ. بماذا تنصح ليلى؟ أنصحها بأن تقول الحقيقة وأن تحافظ على الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أدي الأمانة إلى من ائتمنك.
تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك. هكذا نكونوا كملنا سوجي تاع تربية إسلامية. إن شاء الله نزيد لكم تاع تربية علمية، وإلى الملتقى إن شاء الله.